يوم 2 ابريل من كل سنه بيبقى اليوم العالمي لمرض التوحد، ويهدف طبعا اليوم ده لان احنا نتعرف اكتر على مرض التوحد وكمان كيفيه الوقايه منه، وازاي اطفالنا المرضى بالتوحد ما نعزلهمش عن المرض، عن الاطفال السالمين، بمعنى اصح ان هم يكونوا متواجدين في المجتمع ويكون ليهم دور، ما نعزلهمش. لان في ناس كتيره جدا بتنادي ان حتى اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه يتم عزلهم عن المجتمع، بس مش هو ده الحل. لازم يتم دمجهم في المجتمع. فالنهارده معانا استاذ علياء النجار، وهي اخصائي نفسي و لعلاج التوحد. صباح الخير. صباح الخير، ازيك؟ ايه الاخبار؟ طبعا انا عارفه ان احنا اتكلمنا كتير جدا عن مرض التوحد، بس انا حابه مره تانية ان احنا نشرح للساده المشاهدين، يمكن لو في حد بيتفرج علينا لاول مره، ايه هو مرض التوحد. هو التوحد مش مرض مبدئيا. التوحد اضطراب بيحصل في المخ، بيأثر على وظائف السلوك، بيأثر على الكلام، على التواصل، على التفاعل الاجتماعي، بيأثر على ان الطفل ممكن يكون نمطي بشكل ان هو مش بيحب يكسر الروتين، ان هو ممكن مثلا يقعد يكرر في سلوكيات معينه. كل الاعراض دي بتبان عليه في اول 3 سنوات من العمر طبعا، بس هو اوريدي مش حاجه طبيه بمعنى ان هو ياخد دواء ويخف ويبقى يعني خلاص هو كده اخف من التوحد. هو حاجه نفسي؟ هو مش نفسي، هو حاجه يعني هو بنسميه اضطراب سلوكي، بمعنى ان هو بيأثر على السلوكيات. هو طبعا حاجه اسمها نيورو ديفلوبمنتال ديسوردر، يعني هو حاجه في المخ اصلا بتأثر على وظائف الحياه بشكل عام، بالتواصل، ان هو ما يستجبش لاسمه مثلا، ما يعملش تواصل بصري مع الناس اللي حواليه، ما يقدرش ان هو يتأقلم بالبيئه اللي حواليه، الاصوات، الحواس عنده فيها مشاكل، وما يحب يعبر عن حاجه كمان لو في حاجه زعلته بيتعامل فيها بعنف شويه. ما هو اوريدي بيتعامل بعنف عشان هو ما عندوش طريقه فكره التواصل بالظبط. ايوه، فهو اوريدي التواصل، يعني في اطفال ما بيتكلموش خالص. أيوه. في اطفال بيتكلموا بس مش عارفين يوظفوا الكلام بشكل صحيح، او مش عارفين يعبروا عن نفسهم بشكل صحيح. طب امتى الام ممكن تكتشف؟ اول 3 سنوات من العمر بيبان عليه الاعراض. في اطفال بيتولدوا طبيعي جدا وبعد كده بيبداوا ان هو يتراجعوا، المهارات تنسحب من عندهم، يبطلوا يبصوا لمامتهم، يبطلوا يتفاعلوا مع اخواتهم، يبطلوا يتكلموا، يبداوا ينسحبوا اجتماعيا. فكل الاعراض دي بتبدا تبان في اول 3 سنوات من العمر. طب فعلا لو الام اكتشفت الاعراض اللي حضرتك بتتكلمي عليها، المفروض تتصرف ازاي؟ اول حاجه تروح لناس المتخصصه، اللي هو المراكز المتخصصين او الاخصائيين اللي في المجال، عشان اول ما بنلاحظ عليه الاعراض دي لازم يتشخص. اول ما بيتشخص بنبدا ساعتها بقى رحله العلاج. اوريدي ما فيش حاجه اسمها اللي هو حته انه لا هو هيتكلم، لا سيبيه كام سنه هو هيبقى كويس. ما في ناس بتحب تفتس لها يعني هي دي حته برضو، يعني في اطفال فعلا بيتاخروا في الكلام. صحيح. وفعلا هم بيبقى محتاجين وقت، بس التوحد مش كده، يعني في فرق بين تاخر كلام وبين توحد. ايوه. فالتوحد اوريدي بيكون عنده اضطراب في المخ وهو طول عمره هياثر عليه، فهو لازم نتدخل في سن مبكر. لكن الاطفال التانيين اللي هم لسه محتاجين وقت، ده مش توحد، ده بس تاخر في الكلام. اوكي. طيب خلينا نقول رحله العلاج بتبتدي ازاي؟ بتبتدي زي ما حضرتك قلتي بالتشخيص. بنعمل تشخيص للطفل، بنبدا نشوف ايه المشاكل اللي عنده. طبعا هو بيكون عنده 3 مشاكل اساسيه. اول حاجه زي ما قلنا اللي هو التواصل الاجتماعي، ان هو ينفعل ويتعامل مع المجتمع اللي حواليه. تاني حاجه التواصل بمعنى اللغه، اللغه حتى مش بس اللغه اللفظيه، ممكن يكون حتى الاشارات، ان هو مش قادر يشاور، مش قادر يعبر يعني في اطفال ما بيعرفوش يتكلموا بس ممكن. صحيح. مثلا يعبروا باشارات ان هم عايزين يشربوا وياكلوا وكده، بس هم ما بيعرفش اصلا يعبر باشارات. تالت حاجه طبعا اللي هو السلوك النمطي او التكراري، ان هو هتلاقيه مثلا ممكن يرصف العاب جنب بعض، يرصف كل الالوان اللي شكلها زي بعض، يقعد يرفرف بايديه، يلف حوالين نفسه، بيحب المروحه، الحاجات دي كلها. طيب دكتور علياء، عايزه مره تانية لو هاجي على زي ما قلنا رحله العلاج، هل في جديد في علاج التوحد؟ يعني جديد بمعنى يعني اوريدي كل يوم في جديد، يعني احنا اوريدي التوحد هو اوريدي حاجه في الاربعينات بدانا بس نعرفها هو ايه بالظبط، فهو حاجه لسه قريب بدانا نعرفها ونفهمها اكتر. طبعا احنا هنا في مصر كمان يعني متاخرين شويه كمان عن البلاد بره. يعني احنا اوريدي مثلا في امريكا وفي في اوروبا وفي انجلترا وفي كذا بلد، يعني بدانا ان احنا اوريدي ندخل طرق جديده للعلاج، اللي هو بمعنى يعني طبعا الجزء الحسي اللي هو اصلا حاجه اسمها سنسوري انتجريشن، وطبعا العلاج التكامل الحسي ده هنا في مصر مش موجود قوي او مش متخصصين موجودين قوي هنا في مصر. طبعا ليه بنتكلم على الجزء الحسي؟ عشان هو اوريدي بيأثر على كل الحواس اللي عنده، لما هو ما بيقبلش الاصوات العاليه او ما بيقبلش الحاجات البصريه اللي قدامه، فاوريدي هيأثر على سلوكياته، على التواصل، على حاجات كتيره. فبنشتغل على اللي هو تعديل السلوك، على الحاجات الحسيه، على التخاطب. بس طبعا لحد دلوقتي
ما فيش حاجة اسمها ان انا في دواء معين لقيناه. طبعا في كل يوم بيلاقي يعني مش عارفة حقن مش عارفة ايه. نقدر نقول اساليب، هي اساليب للعلاج، لان زي ما حضرتك ذكرتي هو مش دواء هياخده هيبقى كويس. بالظبط، هي رحله علاجيه. اساليب العلاج هو دلوقتي حاليا اللي احنا بنشتغل بيه في العالم كله، اللي هو العلاج السلوكي، بمعنى ان هو بنشتغل على التواصل، بنعلمه يتواصل ازاي، بنعلمه ان هو ازاي مثلا يعني يندمج مع اللي حواليه، يتكلم ازاي، يبص في عين اللي قدامه، الحاجات دي كلها اللي هو السلوكيه تعتبر. طيب دكتور علياء، زي ما ذكرت ويمكن اتكلمنا قبل كده كتير جدا هنا في نهارك سعيد عن حتى اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه، في ناس كتير قوي بتنادي انه نعمل لهم مدينه خاصه، نعزلهم، بس بصراحه انا ضد الكلام ده تماما، وفي ناس كتير متهيألي كمان ضد الموضوع ده. فازاي ان احنا بالنسبه حتى كمان لطفل اللي عنده توحد، ازاي نقدر ان هو ندمجه مع اطفال اسوياء عاديين عشان ما يحسش ان هو منفصل عنهم؟ ده جزء من سؤالي. والجزء الثاني، احنا اكيد علينا دور يعني كيفيه التعامل مع الطفل اللي عنده توحد، لان يعني في ناس ما عندهاش الاويرنس ده او ما عندهاش الوعي ده، ان احنا نقدر ازاي نتصرف مع طفل عنده توحد. بالظبط، ما هو زي ما حضرتك قلتي بالظبط دلوقتي، هو نمبر 1 الخطوه الاولانيه في الموضوع ده كله الوعي، الاويرنس، ان احنا لازم يكون في وعي عشان نعرف نتعامل معاه ازاي، عشان اوريدي زي اي حاجه في الدنيا لو احنا مش عارفين مشكلتها ايه مش هنعرف نتعامل معاها ازاي. الوعي بمعنى في المدارس، في المجتمع، في كل الفئات الحكوميه، في كل يعني في كل حاجه احنا بنتعامل معاها. التوحد دلوقتي عايزه اقول لحضرتك هو اوريدي يعني نسبته تقريبا 1 في كل 94 طفل على مستوى العالم، فاوريدي نسبه كبيره جدا، وكل سنه بتزيد اكتر، فاوريدي احنا سايب بعد 10 سنين نسبه التوحد في العالم كله هتكون كتيره جدا، واحنا اوريدي هنكون مضطرين ساعتها ان احنا نتعامل بامر واقع، مش اللي هو لا نعزلهم وكذا. اوريدي احنا لو دلوقتي لو بنتكلم كحاجه حكوميه، لو احنا من دلوقتي بدانا نساعد الاطفال دي، ندمجهم في المدارس، ندمجهم في الحضانات، نعمل لهم خدمات معينه ان هم محتاجينها، هتوفر علينا بعد 20-30 سنه ان احنا ساعتها لما هم يكونوا كبار في السن اوريدي ده محتاج رعايه، محتاج فلوس، محتاج يعني تكاليف دوله ان احنا نراعي الناس دي. فاوريدي لو احنا بدانا معاهم من هم صغيرين، نعلمهم يدرسوا يشتغلوا الحاجات دي كلها، فاحنا اوريدي لو بنتكلم كبادجت دوله فاحنا هنوفر على الدوله، وحن في نفس الوقت هنساعد المجتمع كله ان هو اوريدي يعني يقبلوا. هل شايف ان في خطوات بتتم في هذا الموضوع ولا لا هنا في مصر؟ ولا خطوات بطيئه قوي قوي هو في طبعا، انا مش حابه برضه اقول لا هو ما فيش وكل حاجه يعني وحشه ومقفله، بس لا هو في طبعا خطوات ان احنا بدانا شويه الوعي يزيد. يعني انا دلوقتي حتى لو قولي من مثلا 7 سنين لو انا كنت اسال حد ايه التوحد او صحيح. تعرف كذا ما كانش حد يعرف يرد، لا دلوقتي صحيح. بقى الوعي اكتر، بقت الناس عارفه اكتر، ودي طبعا اول خطوه، بس احنا ستيل محتاجين في الاعلام، في المدارس، في محتاجين من كذا ناحيه في البلد ان احنا نوعي الناس اكتر بالتوحد. وعايز اقول لحضرتك كمان يمكن السينما اكيد ليها دور، او المسرح كمان، لان الفن كمان مرآة المجتمع، وبجد ليه رساله قويه جدا جدا. وانا متهيالي ان في فيلم اتعمل كان متهيالي فيه احمد رزق توربيني بالظبط، انا ماليش دعوه بالقصه قوي، بس فكره ان يبقى في حاله. بس خليني اخد الجزء المضيء شويه، لو في اي قصص نجاح تقدري تحكيها لنا وعن اطفال فعلا عندهم توحد بس قدروا ان هم يندمجوا في المجتمع وقدروا ان هم يحققوا نجاحات. احنا عندنا اكشلي كذا قصه نجاح، يعني مش حاجه واحده. يعني احنا عندنا مثلا في المركز احنا بنشتغل بيجي الطفل، سواء يعني كل الطفل زي ما اتفقنا هو مختلف، مش توحد حاجه واحده اللي هو كل الاعراض زي بعض وكل الاطفال زي بعض، هو كل طفل مختلف عن التاني، بس في اعراض زي ما حضرتك ذكرتي ثابته. هي اعراض يعني مشتركه، لكن هو نسبتها بقى بتختلف عن كل طفل. فاوريدي مثلا عندنا طفل هو دلوقتي هو خلاص ما بقاش معانا في المركز، هو جه معانا بس هو اكشلي قعد معانا 3 سنين، وعشان كده باكد على اهميه الوقت، ان العلاج ده بياخد وقت، ان هو مش شهر او شهرين ويبقى كويس، محتاج بال طويل. يعني بالظبط، هو قعد معانا 3 سنين ما كانش بيتكلم، كان عنده سلوكيات كتير تكراريه زي ما قلت لك، عنده مشاكل اجتماعيه، بس هو دلوقتي دخل مدرسه عاديه جدا، وهو دلوقتي قادر ان هو يتعامل اندبندنتلي لوحده في الحضانه في المدرسه. يعني هو طبعا احنا بدانا ندخله حضانه بعد كده مدرسه، هو دلوقتي اوريدي مش معانا في المركز. وهو من اكبر قصص نجاح عندنا ان هو يعني بدا دلوقتي يتعامل وبيعرف يتواصل بشكل يعني بيتواصل بزياده كمان، يعني بدا يجي بقى يبقى علينا وكده، ان هو بدا يجي ايه ده انت ليه لابسه الساعه دي ومش عارفه ايه. وطبعا بالنسبه لاطفال التوحد هم عندهم حتى لو عندهم قدره على الكلام هم شاي يا دوب
الاحتياجات بتاعتهم. يعني انا مش هتكلم يعني لهدف ان انا اجتماعي، ان انا اجتماعي، انا هتكلم على قد اللي انا محتاجه. فهو اوريدي الطفل ده لا بيتكلم معانا وبيقعد يغلس علينا ويعمل حاجات، وهو كان مع الاخصائيين هو بيعلمهم هم الدرس. يعني هو بدا ان هو يعمل دور الاخصائي، وده طبعا حاجه كمان مش حاجه سهله عليهم طبعا. فهو اوريدي في كذا قصه نجاح، ويعني في اطفال كتير عندنا دخلوا مدارس، ودي بحد ذات نفسها قصه نجاح، عشان اوريدي هم عندهم مشكله اجتماعيه، ودي المشكله الاساسيه اللي عندهم. صحيح. فان احنا ندمجهم مع المجتمع ده في حد ذاته نجاح. بالظبط. طيب لو مره تانية عايزه اكد على دورنا احنا، دور الاعلام، وكمان دور الامهات، ودور المجتمع في التعامل مع الاطفال اللي عندهم توحد، ازاي اقدر ازود من الاويرنس، وازاي كمان في التعامل، لان يعني في ناس بتبقى قلقانه تتعامل، وفي ناس ما بتبقاش عارفه تتعامل. فحضرتك لو تدينا زي روشته كده بسيطه ازاي نتعامل مع الطفل اللي عنده توحد. اول حاجه الكلام يكون بسيط جدا. مش لازم نقول مثلا يلا يا احمد تعالى مش عارفه عشان هروح كذا، لا يلا يا احمد روح جيب الجزمه مثلا، او روح كلام محدد. كلام محدد وبسيط. اوكي. لازم نكون فيري فلكسبل، ان احنا هنشوف هو عايز ايه واحنا نمشي وراه، مش اللي هو انت هتمشي يعني احنا بنحاول ان احنا ندخل العالم بتاعه عشان بعد كده نشده للعالم بتاعنا. محتاجين ان احنا كمان نكون مراعين المشاكل الحسيه اللي عنده، بمعنى انه يعني مثلا دلوقتي زي الاضواء والاصوات ومش عارف ايه الحاجات دي كلها ممكن تضايقهم. فممكن يكون هو مثلا انت شايفاه من غير اي سبب وقع على الارض بيعيط وبيصرخ، بس هو اكشلي بيصرخ عشان الاصوات والاضواء والحاجات دي مضايقاه. فنراعي البيئه اللي هو فيها كمان. يعني حتى دلوقتي بداوا يعملوا ايه بره في المدارس، انه بداوا يعملوا المدارس نفسها الكلاس روم نفسه اللي فيها اطفال التوحد، بقت الحيطان ساده جدا لك بيضه خالص، ما فيهاش شاشات، ما فيهاش حاجات تشتته بصريا، ما فيش اصوات عاليه، ما فيش حاجات كتيره. فالحاجات دي كلها بتفرق معاهم طبعا. ان احنا اصلا عشان نتعامل فمحتاجين توعيه، والتوعيه دي بتيجي من خلال بقى زي ما حضرتك قلت السينما، المدارس. يعني احنا كمان دلوقتي بنعمل زي ورش عمل في المدارس اللي اطفالنا بيدخلوا فيها عشان احنا نعرفهم يتعاملوا ازاي كمان. وكمان فكره الوركشوبس، او زي ما حضرتك ذكرتي فعلا فكره ان يكون في ورش عمل للمدارس للتوعيه، ده مهم جدا. وعايز اعرف اكتر الحاجات اللي بتركزوا عليها في التوعية بالذات للمدارس عشان يبقى في فعلا اندماج ما بين الأطفال العاديين والأطفال اللي عندهم توحد. اول حاجه بنركز عليها طبعا ان احنا نعرف المدارس اللي هو حته، وهل الاهالي كمان بيحضروا اكيد طبعا؟ احنا عندنا طبعا في المركز احنا بنعمل ورش عمل للاهالي، ده للاهالي بس. بالزبط. اوكي. عشان طبعا جزء من العلاج كبير جدا على الاسره مش علينا احنا بس كمركز. فبنعرفهم ازاي يتعاملوا، ازاي مثلا يفهموا سلوكيات اطفالهم اكتر. بس بالنسبه للمدارس بتبقى حاجات سلوكيه اكتر. لما هو يتصرف بشكل معين هو بيتصرف كده ليه، وبعد كده بنبدا نعرفه طب ايه الحل، طب ايه المفروض ان انت تعمليه في الموقف ده. تعديل السلوك ده على فكره مش بس على اطفال التوحد، ده بيبقى على اي طفل ممكن تستعملي الاستراتيجيات دي. فهي كمان بتفيدهم في المدارس في حته التعامل مع الاطفال كلها مش بس في حته التوحد. وبالنسبه للوركشوبس اللي بتتم للاباء والامهات للتعامل مع الاطفال، زي ما حضرتك برضو ذكرتي قبل كده فكره الكلام يكون على قد والكلام ده كله، صح؟ بالظبط. ولا في حاجه حضرتك تحب تضيفيها تاني في الجزء احنا ده؟ احنا كمان بنركز طبعا على ان احنا يعني كتير من الاهالي بيجوا يقولوا اصل ابني بيصرخ، ابني عيف، ابني كذا، ابني كذا. لا احنا بنركز على هو ليه بيعمل كده، يعني وظيفه السلوك هو نفهم. ليه بيعمل كده بالظبط. فاحنا عمرنا ما بنقول مثلا هو بيصرخ فهتتعاملي كذا، لا احنا بنعرف هو ليه بيعمل كده ايا كان بقى السلوك ايه، فكان نبدا نعدل في السلوك ده، عشان هو الوظائف السلوك هي الاهم بالنسبه لنا في حته التدخل السلوكي يعني. فبنبدا نعرف هو بيعمل كده ليه، بنبدا نحط له حاجه اسمها behavior plan اللي هو الخطه السلوكيه، بنبدا كل فريق العمل يشتغل عليه مع البيت، مع الجد والاب والناس كلها اللي حواليه في المدرسه وجيرانه وقرايبه. يعني هو السر كمان في علاج التوحد هو ان كلنا نشتغل بشكل واحد، يعني ما ينفعش. صحيح. ان انا مثلا اقول للطفل حاجه ماما تقول حاجه ثانيه، لازم كلنا نكون مع بعض. بالظبط. سعيده جدا ان انا اعرف من حضرتك ان في قصص نجاح لمرضى قدروا ان هم يندمجوا في المجتمع، ما حصل لهمش عزل. شوف ناس كتيره زي ما قلنا بتنادي بالعزل وبتنادي بالمدينه المنفصله والمدينه لذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا هنا بنادي ان احنا نكون مندمجين معانا في المجتمع. هو احنا حته فكره المدينه يعني هي كفكره حلوه في ايه؟ انه لو مثلا سي ان احنا دلوقتي بطبيعتنا الشوارع والجالكس والتلفزيون ومش عارف ايه والعربيات والزحمه والدوشه، ممكن اطفال التوحد متهيألي مهمه. بس انا مش برشح، يعني انا مش بقول ان دي حاجه يعني عايزين نعملها. لا بس انا بتكلم على ان احنا دلوقتي بداوا يعملوا ايه مثلا في البلاد بره، ان احنا بنهيئ البيئه الطفل ده فيها اللي هو البيئه اللي احنا فيها،
ان هو على قد ما نقدر تبقى بسيطه بالنسبه لهم، عشان انا زي ما قلت لحضرتك هو نسبه التوحد دي بتزيد كل يوم، فاوريدي بعد 10 20 سنه مش حاجة هنقدر بقى نحطها جنب كده ولا حاجة لازم هنتعامل معاها طبعا. كل الناس هتعرف ايه التوحد طبعا. وكل الناس هتعرف تتعامل ازاي، فاحنا لازم نبدا من دلوقتي عشان اوريدي يعني الاحصائيات بتقول ان هي نسبتها بتزيد بنسبة قوية جدا كل سنة، فدي مش حاجة نقدر نتجنبها او نجنور نحطها اللي هو لا نعمل لهم مدينة منفصلة، لا هو احنا محتاجين نبدا نستعد من دلوقتي ان احنا نبدا نعمل لهم بيئه، يعني نهيئ لهم بيئه ان هم يقدروا يتعاملوا. ده اللي حضرتك بتطلبيه من الدوله يعني يس. او من مؤسسات المجتمع المدني زي ما بنقول بالظبط. طيب احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك اكيد، لان انا احنا بس عندنا في مصر هنا دايما حاجه ان احنا بنشتغل على الحاجه بعد ما المشكله تكبر بالظبط، ما بنشتغلش عليها من الاول زي ما حضرتك قلت، يمكن هتوفر علينا تكاليف كتيره جدا، بس بتمنى ان احنا نلحق الموضوع من اوله يعني. بتمنى الدكتورة عليا النجار اخصائي نفسي وعلاج التوحد، بشكر حضرتك على وجودك معانا، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وده بيتك في اي وقت، واتمنى ان احنا يكون معانا قصص نجاح اكتر واكتر، ويا رب نكون فدنا الناس كمان وقدرنا نعمل شويه توعيه كمان ان شاء الله. اشكرك ميرسي. فاصل سريع وهيبقى اخر فقره معانا عن ملف المصريين بالخارج مع شريف نور الدين.